بمناسبة إطلاق الهوية الجديدة لدبي للإعلام، كشف سعادة محمد الملا الرئيس التنفيذي لدبي للإعلام عن الهوية الجديدة لدبي للإعلام وأيضا المبادرات الاستراتيجية التي تم اعتمادها من مجلس دبي للإعلام برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام. وأشار إلى أن مهمة دبي للإعلام هي خلق بيئة إعلامية مستدامة مع التركيز على 4 محاور: المحتوى، المواهب، والشراكات والمنصات. وأكد سعادة محمد الملا أن دبي للإعلام تطمح أن تكون الجهة الإعلامية الأولى في الشرق الأوسط والمحرك الرئيسي للقدرات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، وأيضا مواكبة دبي كعاصمة للاقتصاد والسياحة والإعلام. Thank you.